السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعين شهوة أم العربي. اليوم دائما في إطار المالح، اليوم غادي نقدمه واحد المحينشات مالحين بعجين المسمن، كيجيو رائعين. وهاد العجينة تتجي بحل الورقة، يعني غير خصها تدلك مزيان وتخدم. أول حاجة غادي نذبح هو العجين، وغادي نخلي الحشوة تال من بعد. بالنسبة أول حاجة غندوزو لها هي العجين. المقادير العجين غنحتاجو فيها 500 غرام ديال الدقيق الأبيض خاص بالحلويات، يعني نص كيلو، مع شوية ديال الملحة. غادي نحتاجو معاه واحد كيس ديال خميرة الحلوى 7 غرام، واحد معلقة كبيرة ديال حليب بودرة، ومعلقة كبيرة ديال الزبدة. وغادي نعجنو هاد المكونات بالماء بارد وندلكوها مزيان مزيان، ونخليوها ترتاح. هاد العجينه ما فيهاش الخميره، قد ما ارتاحت قد ما كتجي مزيانه. هذاك الشيء اللي بديت بها، غادي نعجنها وغادي ندلكها مزيان، وغادي نديرها كويرات وغنخليهم يرتاحوا ونتلاقاو باش نوجدوا الحشوه ديالنا. العجين ديالنا ديال المحينشات ها هي عجنتها ودرتها كويرات، دهنتها بشويه الزيت وغطيتها ببلاستيك باش نخليها تبقى تطلق ليا مزيان وترخى. بالنسبه للحشوه غادي نحتاجو فيها جوج هذا النص ديال الكرنب، لا ربع كرنب اللي محكوك اي ليشو او الملفوف، جوج خيزوات محكوكين يعني منقيين مغسولين ومحكوكين هكا بالطول، جوج كوسة ولا جوج قرعات محكوكين تا هما بالطول، بصلة وحدة مشلضة، 50 غرام ديال الزيتون خضر مقطع هكا صغير. غنحتاجو واحد هنا درت 5 ديال الجبن المثلث، 4 حامضة مصيرة، هذا هو الحامض اللي كنت نزلت لكم من قبل. مع هاد المكونات غادي نحتاجو شوية ديال زعترة، شوية ديال الثوم بودرة، شوية ديال الزعتر، ملح وابزار، وزيت الزيتون باش غنطيبوا هاد المكونات. غادي نحتاجو بيضه للدهن، وواحد شويه ديال القزبر ومعدنوس، وطبعا غادي نحتاجو الطون بالزيت هذا، جوج علبات، انا غندير جوج علبات ديال هاد الطون. الطريقه سهله، يعني غناخد المقله ديالنا هادي غنخليه هو الاخير، ما غاديش نحتاجو الجبن دابا، يعني تنطيبو الحشوه. الحشوه سهله، غادي ناخذ المقله وغندير فيها زيت الزيتون اللي غيشحر ليا هاد المكونات. غادي ندير معاهم البصله، غادي نزيد الخيزو، غندير كلشي في مره ونشحر خيزو، قرعة حتى هي محكوكة بالطول، الكرومب أو الليشو أو الملفوف، غنديرو عمارة بالخضر كتجي راقية. هادي ما غنديروش الطون دابا ولكن حتى يطيب لينا. غندير القزبر والمعدنوس، 4 حامضة مصيرة، كل شيء يطيب في مره واحده سهله. دابا غندوزو للعطريه اللي فيها، الا بغيتو ديروا واحد المعلقه ديال مطيشه ولا مطيشه محكوكه اديروها. غندير شويه ديال الملحه وما نكترش لان الحامض مصير مالح، ابزار، زعيطره هذا، هادو غير منسمات. ملي كنقول لكم الزعتر زعيطره، وخصوصا الاعشاب العطريه اللي ما عندهاش راه ممكن يعوضها بالزعتر ولا بزعيطره عنده في الدار. الزعتر والثوم بودره، واحد المعلقه صغيره. غادي نخلط هاد المكونات وغادي نديرها في على عافيه تتشحر لينا وتطيب لينا هاد الحشوه، وغادي نطلقها. الحشوه ديالنا مني طيبتها كيف كتشوفوا، خويتها في هاد الانيه باش تبرد ليا باش ما تبقاش في المقله شاده سخونه. دابا غادي نزيد هذوك جوج حكاك ديال الطون ديالنا، ونخليه بالزيت ديالو، ما نحيدش منه الزيت لان بغيتو يعطيني داك المذاق ديالو.
هاكم، وغادي نخلطهم مع بعضياتهم، وغادي نخلي الحشوه ديالي تعاود تبرد باش ما منين نديرها في العجين ما تشركش ليا المسمنه ولا العجين ديالي. غادي نخلطهم وغادي نخلي العجين تبرد الحشوه ونتلاقاو من بعد باش نبداو نحضروا في البحينشات ديالنا. من بعد ما ارتاحت لينا العجين ديالنا، دابا غادي ندوزو نورقوهم. غادي ناخذ المسمنه الرغيفه ديالنا، غادي ندهن الزيت ما نورقوش بالزبده، وغنديرها هكا على شكل طولي يعني ماشي دائره. بحال هكا ندير غير الزيت كيف قلت، بحال هكا ندهن بشويه الزيت، وغادي ندير الحشوه هنا في الجنب. انا على شكل بحينشات بحال هكا نقادهم، وغادي ناخذ هذا الجبن المثلث اللي ذكرت لكم في المقادير، اللي بغاه يديرو اللي ما بغاش هو كيجي بنين يعني كيجي هكا كدوك الطريفات غير شويه بحال هكا. وغادي نلوي على شكل محينشه يعني كناخذ هذا الطرف كنلوي العجين ديالنا. انا عطيتكم حشوات سهلين اقتصاديين يعني راه والخضر مزيانه. بحال هكا وغادي نبدا نلوي فيها على شكل محينشه، وهذا الطرف اللي بقى غنديرو لتحت هنا في الاسفل. بحال هكا الحينشه ديالنا هي هذه مباشره للطاوه اللي غادي تمشي للفرن. انا غادي نكمل الكميه اللي عندي ونطلق. كيف كتشوفوا المحينشات ديالنا مني كملتهم في التشكيل، غادي ناخذ البيض ديالي اللي قلت لكم بيضه، غادي نضيف عليه واحد شويه ديال صوص صوجا باش يجيني اللون ديال المحينشات مزيان. غادي نطربها وغادي ندهن بهم المحينشات ديالي وندخلهم للفران يطيبوا. الفران يكون سخون مزيان، السر في التوراق ديالهم هو الفران يكون سخون مزيان. ندخلوهم يطيبوا بحال غنطيبوا الخبز، الفران يكون سخون على 200 درجه ما ياخذوش لينا الوقت كثير ونخرجوا. ندهنوهم كاملين وغادي ندخلوهم يطيبوا ونتلاقاو ان شاء الله في الطبق النهائي بحول الله. المحينشات ديالنا ملي طابو خرجو من الفران هذا هو الشكل النهائي ديالهم كيف تتشوفوا، تيجيو بحال هكايا ساهلين بساط وراقيين او ميم طون يعني شي حاجه زوينه. زينتهم بشويه ديال الفرماج الساندويش هذا درتو بهذوك المريشمات على شكل نجيمات بحال هكا. تزين كيف ما كنقول دائما كيبقى على حساب كل سيده وكل وحده وشنو عندها في البيت ديالها. بغيت غير نوريكم من الداخل كيف تتجي، انتو شوفوا العجينه كتجي بحال هكايا. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم انتو تتجي، وحتى كتجي الورقه ديال العجينه انتو كي كتجي كتجي مقرمشه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تروقكم وتنال الاعجاب ديالكم. الا عجبت الوصفه ديال اليوم ما تنساوش ديروا لايك للفيديو واشتركوا بالقناه ديالي قناه شهيوات ام العربي باش دائما توصلوا بكل جديد. دمتم بود والى وصفه قادمه بحول الله.